السلام عليكم إخوتي، تحياتي لكم في كل قارة العالم. ها نحن عدنا، نحن الآن بشارع شونزليزي. قطعنا كانت أمطار ورانا الآن تحت الأمطار، ما شاء الله، اللهم صيبا طيبا. كما راكم تشوفوا الناس اللي تخدم بلادها، شوف هذه السفارة قطر، هناك السفارة القطرية. اليوم الناس ميتانا شونزليزي، شوف راح عندكم جولة بث مباشر، إهداء لجميع المتابعين في كل قارة العالم. خاوتنا ربي يحفظكم، المهم تابعونا، عندكم جولة كيف نسموها عبد العزيز؟ اون بتيت بالاد سو لا بلوي. عبد العزيز اخويا ما شاء الله، عبد العزيز يتكلم اكثر من لغة. اللغة انت عبد العزيز خويا، بما انك قريت الفرنسية الانجليزية الصينية، خويا عبد العزيز قلت لي اللغة الفرنسية، علاش عجبتك الفرنسية؟ لا يا اخي شوف، نوصيكم اخوانا، يعني نصيحة من اخ، اللغة الفرنسية هي كومون ديراج سي لغة محلية، اللونجاج لوكال لوكال. vous pouvez rien faire avec même si vous avez un diplôme un haut diplôme vous arrivez jamais se mettre au niveau des autres. علاش اخويا علاش 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 vous voulez arriver à réussir votre vie, c'est bien, c'est bien, c'est bien l'anglais. لغة العالم الأولى. الفرنسية تقرا حتى دونك، تقرا مع المراية. لازم تشوف ان ميروار، تو ديسكوت مع لوي. تو سور دو لا فرونس، سي كي كي بارل فرونسي. فرونشمون، لي تيير موند. كيف تو فار افيك تيير موند توا؟ لو نور افريكان، جوست لو نور افريكان، لي تروا بيي، المغرب، موريال، كندا. Excuse-moi, ça c'est l'anglais au Canada, c'est l'anglais. Ça c'est une province, c'est juste une petite province qui parle français. Douar, Douar, Jazair. Il n'y a que ça. 3 millions de personnes. Tous les cas, il n'y a pas 100 millions de personnes qui parlent français correctement dans le monde. اللغة العالمية رقم واحد. اللغة العالمية رقم واحد هي اللغة الإنجليزية. واحد ما ينساش لغته. تهضروا جزائرية، تهضروا قبيلية، شلحية، شاوية، تهضروا الترقية، هادو لغات خلاف اللي ما لازمكوش تنساوهم، ما تنساش الأصل ديالكم. أكيد. أما اللغة العالمية الأولى هي اللغة الإنجليزية. Il faut apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Et chaque jour, vous prenez un mot. Pendant 365 jours, c'est un album, c'est un livre. Vous allez dominer et tout. Vous arrivez ici, vous parlez l'anglais, les portes sont ouvertes devant vous. Vous allez en Inde, vous allez en Malaisie, vous allez en Chine. Japan. Je vous assure, je vais vous raconter une histoire. Je suis parti une fois en Chine, quand j'ai fait des voyages. Ils m'ont dit vous êtes d'où, juste pour faire un peu plus de... Bah tiens, tu dis je suis français. Et ils m'ont dit est-ce que vous, la France? Ah, ma foi je rêve, j'ai dit ma foi je rêve ou quoi? La France vous ne connaissez pas. Et ils m'ont dit je vous assure qu'on ne connaît pas la France. Et après j'ai commencé à expliquer que la tour Eiffel, que Paris et la tour Eiffel se trouvent en France. Ah! Il paraît que la Tour Eiffel, elle est connue plus que la France. Paris, elle est connue plus que la France. Et c'est là où j'ai réalisé que le français, si on engage local, tu descends en Espagne, tu ne parles pas français, tu parles espagnol, tu vas en Italie, c'est italien, portugais, c'est la même chose, turc, c'est la même chose. Malaisia. Non, c'est loin, Malaisia, c'est l'anglais. Malaisia. Oui, عبدالعزيز جمهور مونتارين aussi. عفوا نقاطعك عبدالعزيز اخويا، الناس تاعنا كاين مشاهدين في الجزائر حابين نهضروا معاهم باللغه العربيه، لغه القران اخويا. هضر ما فيهاش مشكل، انا تكلم اللغه العربيه. بارك الله فيك. كيف بالدارجه اللي فما نعم، حتى اللغه الجزائريه. نعم، اللغه الجزائريه باللهجه الجزائريه، لهجات مختلفه. نعم، ما فيهاش مشكل. كنا في الشونز إليزي وهابين راك تشوف لا غروس غروند رو لابا. هذا الشارع كونكورد، لا لا بلاص لا كونكورد، بس الشونز إليزي. فوالا رانا جيناك في الليله من الناس رقدوا، ما كان حتى واحد. اي جو الشركات العالميه، شوف اون ني با لوان دي 73
تاع الاخر عليه اون باتورني لا سونتر عليه 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 انت عجبك برينا اه يا ربي ترام زي رمضان اخويا اخويا غادونا يا اخويا نشوفوا انا عباك كاين 25000 مسؤول مسعور عنده السكنه هنا ولا باش احنا ما يهمناش يا اخويا عبد العزيز اللي يخدم بعرق وتعب عليها الله يعاونه ما فيهاش مشكله بصح عليها يسرقوها من الشعب الغلبان المسكين اللي يعاني اللي هو يدي 70 مليون والزوال يدي 20 زوج ملايين ويقولوا تقشف والله حرام عليهم 400000 ماشي زوج ملايين شويه 400000 ما يقدرش يحرك روحهم 400000 الكرسي مسمر هذوك الزونديكاب يعني كي يشوفوا الحاجه الخاصه الله الله يشوفوهم كنبكيو مليون والله العظيم غير عيب ذنب علينا ذنب علينا ذنب علينا هذو تاع افريقيا اللي زهر هذو هذو مسؤولي تاع افريقيا جاي يحوسوا هذو تشوف فيهم اه وي يسرقوا الدراهم لي ويجوا ثاني يجوا الحج هذو بوتو بوتو ها الخليج العربي يا خليج تحياتنا اهلا كيف راك منورين الله يسعدك تحيه اسم الجزائريين الشعب الجزائري عنده بصر الشعب الثائر على راسي الشعب الثائر حياكم الله الله يحييكم والله تشرفنا يا حبيبي يومكم سعيد يا اخوتي السلام عليكم جبناها ما تعرف ما تعرف الغاشي قوة السفر تولي تعرف الغاشي كاع كتشوف الهضره معاك تعرفوا منين؟ العين اللي يديروا الشيشه فلوريد واشنطن هم جاو الاخرين ها الكويت لا لا هما هما اللي نقول لك هما ها كي بس ها الكويت الشقيقه ها هما صدقني فارينا اخويا يجيب لا فيزا وقيل انا يعطيهم فيزا في المطار صدقني يعطيهم فيزا مثلا احترام يعني في هذا الشيء اذا حبيت تعرف دوله يا اخويا عبد العزيز عرفها بشيئين بالجواز وبالعمله صحيت العمله ديالنا العمله تاعنا راهي وين رايح احنا يبهدلوا بنا والجواز تاعنا يعني قيمه الجزائري الجزائري طيب الجزائري نعرفوا الجزائريين الجزائر كره ما اخي الجزائري طيب تعاملوا طيب يخرج طيب خويا عبد العزيز رجاله ما تجبرش بكري الجزائريين بكري الجزائريين كيتحقر انا شفت واحد الظاهره البارح اعوذ بالله في برباس يعني ما انا نحب نعاود نكررها زوج زنوج يكركروا في واحد مع جزائري ولا مغربي وواحد ما هضر لنفرضوا ان السيد هذا كان يبيع له شيء يبيع ولا عيب يتحقر بين بين خاوته بكري كان هنا في الغربه بكري كان واحد يحقر يتحقر يجوا يضربوا يجوا ناس اخرين ما تقدرش تحقرهم ما تقدرش فهمت بكري ما تقدرش تحقرهم الجزائري ما يتحقرش ما يتحقرش ما امبوسيبل كي تشوفوا جزائري ما حنا كي دليه يا سي كان وما من ظلام يا رونجي ولا شوز ماشي يحقروه بركاتينا على بال كيفاش الناس قيمة الجزائري قيمة اسمها راحت مع الجواز راحت مع سبحان الله ربي ربي يجيبها في الخير ان شاء الله ربي يرزقنا برجل صالح يحكم البلاد فهمت بلاد كلاوها اخويا عبد العزيز واش راك دير هنا واش راني ندير هنا اخويا عبد العزيز قول لي وي ها الشارع هذا اسمه جورج جورج الخامس هذا شارع عنبري محمد الخامس نو 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 جورج الخامس سيب سي نقصروا سي دي زوتيل 6 ايطوال هكذا 6 ها 6000 اورو لا نوي 6000 6000 اورو 6000 6000 اورو لا نوي 6000 اورو الليله ان بو بلي بالا وي اسمع لي سعيداني كان يجي هنا وقيله سعيداني ولا فور ورا 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 شوف الامارات تاعهم هذا هذا اغلى فندق في سوزيزي شحال لي 6000 اورو الليله ابكي ابكي يا الزوالي 6000 يدوها من البترول يجي يعيشوا بها هنا شوف 6000 اورو الليله شوف هذا شارع ريستورو مطعم شوف تلقى ولا دوك تلقى ها تلقى الدول الخليج هنا وتلقى المسعورين تاعنا هنا وتلقاهم كلهم هنا هنا سيارات فخمه و 6000 اورو الليله تخدم عليها عام انت 6000 ضربها في شهر واش تصرف دوك 20 ولا شحال باليش هي الزوالي مسكين بناد بنادنا بنادنا شوف بهدلوا ضيعونا شبابنا مسكين في يموت في البحر ربي يرحم اللي ماتوا فهمت فهمت اخويا عبد العزيز علاش حنا بلاد علاش الانسان الزوالي مسكين ما يخرجش ها روح شوف الاوتيل هذا روح علاش قيمه الجزائري ولا هكذا علاش رخصوا بينا علاش الجزائري الجزائري عمره اسمع عمره الجزائري ما ترخص به رغم ان الحكومه اللي تروح ويجي نظام واحد اخر ان شاء الله بلادنا ترجع كما كانت لينا ترجع لمواليها
هادو خانوا الامانه، خانوا دم الشهداء. تمنوا ان شاء الله الشرفاء يحكموا البلاد وتروح الانتهازيه هذه خويا عبد العزيز والناس اللي تحب بعضها او داروا كراهيه بين الشعب. كل مره يجيبونا اغنيه، ساعه يجيبونا الشاويه، ساعه يجيبونا الاخر الامازيغيه، وهم يبغوا يسرقوا ويكملوا السرقه تاع البلاد. فوالا صافي هذا الفندق هذا، هذا هذاك عبد العزيز هكذا مغلقينها. المهم خاوتنا نعاودو نرجعو، هذا هنا هذا عبد الصمد القرشي، هذا يبيع المسك والعطر. وها شوف في شركة تاع العود هاي ليك. المهم خاوتنا قلبنا معمر، واش تحكي واش تخلص واش تخلي كيما يقولوا. ولا واش قلت اخويا عبد العزيز؟ والله العظيم غير تغنى قلبي انا بالك. واش الكفاءات هذو مساك اللي هاملين في بلدان الناس كيفان؟ احنا ومعاهم ها؟ احنا ومنهم هكذا؟ خونا عبد العزيز من الكفاءات المهاجرة ها؟ كيف تغربت خويا عبد العزيز؟ حكينا شوية كيف الأمور، حكينا الغربة كيف بدأت هنا، كيف البداية؟ نقول لك العنقة ها؟ العنقة نجي نحكي حياتي نعمر أي الكتاب سي صح؟ ها؟ يقول هذه الأغنية يقراوها ها؟ ها؟ هذه الجريمة مساء الخير حبيبي. اهلين نيكم انتم؟ انا من تونس. تحيه الجزائريين، احنا على اللايف. يشرفوا بك. واش تقول لخوتك الجزائريين؟ مرحبا بالجزائر ومرحبا بكم الكل. السلام عليكم. السلام، شكرا. صح السلام صحيح. كما شفتوا اشقائنا التوانسه، تحيتنا لاخونا وي عسليه. هذا الفندق واش راك لاباس؟ ربي يعاونك. هذا فندق تاع هبالك خونا خدام، ربي يعاونو، ما حابين نصوروه. اباكم انا غير عربان، يجيبوا البترول دولار هنا يعيشوا هنايا 6000 يورو الليله. اشبيك ها؟ والزوالي مسكين ها هو مطعم، شوف فاخر ها الشيخ، ها هم الشيوخ ها كيجوا هنا ينحوا الاخر يولوا ها يلبسوا سيفيليز. الا ما رحم الله، فهمت؟ هضرنا على كفاءات اخويا عبد العزيز. كفاءات كيف حالهم؟ ربي يكون في عونهم على كل حال. سمعت باللي عدد الكفاءات هنا في الجزائر في هنا في فرنسا وقل 60 او 65 الف. في ملايين. ها؟ ملايين. هكذا؟ ربي يحسن حالنا. امين. نتمنوا ان شاء الله الخير لبلادنا، نتمنوا الخير لولاد بلادنا، نتمنوا الخير لاصدقائنا شقائنا في كل قارة العالم. فهمتوا خوتي؟ المهم تحياتنا لكم، خلوكم على البث المباشر من شارع شونزيليزي. تحياتنا اصحاب كندا خوتي. كندا كندا وفي قلوب قارة العالم، يعني نيابة عن باقي ولايه القطر الجزائري 48 ولايه ما نسوهاش خويا عبد العزيز. بالله سلامي الى اصحاب كونفرنسي هذو شين ها على المباشر ثاني. على المباشر صح مراقدين هما ناضوا سبع سوايع زياده اخي. عندهم تمشي سبع سوايع زياده سبع سوايع ستة. ونبلغوا السلام لكل متابعي البث المباشر الان. خاوتنا تحياتي لكم، راهي الحالات المطر فوالا راح ندخلوا للدار. تسمى هذا الوقت هذا ما كاش بزاف الغاشي، لحد اليوم راح نقدو وضايعوا خدامين دمال يور غادي موند. المهم خاوتنا ربي يحفظكم. بالمناسبه البيت التركي دايرين بيت هناك، البيت التركي، البيت الدنماركي. نوريكم شويه برك ونعاودوا نرجعوا. ان شاء الله عبد العزيز وش تقول؟ خرج قلبك ماكش تحب تهضر، واحد هضرنا خويا. اخي والله العظيم عندك بزاف. خرج 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 غالية تروح هضر 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 اخويا عبد العزيز. على بالي حسبت ما حبيتش توري وجهك، ما يهمش ها؟ هيا توري وجهك؟ مرة أخرى يدرسوا اللغة الإنجليزية هكذا. علاش يدرسوا اللغة الإنجليزية؟ فهمنا عليه. هي مفتاح النجاح. النجاح اللغة الإنجليزية، لغة التواصل، لغة التواصل العالمية.
لغة التواصل العالمية. هكذا صافي مال هذا لحقنا نورمالمون في القلب يوجع. واش راك لباس؟ حقنا القلب يوجع. 73 ها 77 73 تعمل هذه يا سي سلالة او هنا سلال او تري علينا من فوق. ثلاثة وسبعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين في الليل. ثلاثة وسبعين هاي. ثلاثة وسبعين هاي لك. عيط عيط نخرج السلالة. مش سلال ريب سلال. 800 ميلو. شحال سعره؟ 800 ميلو. شحال تخدم عليه هذه؟ هو بالنسبة ليه برميل بترول والزوالي حياته قاعد يخدم. هذه مانيش عارف. هنا شقة عائلة آل سلول. هل سلال ولا كذا؟ 73 عشان ربكم حاطين ها مش حاطين الاسامي ها الاسامي مش حاطين ما بالك حاطين بالك مش حاطين ها مش حاطين الاسامي. هذه شقه فخمه اخويا هسه مش حاطين الاسامي يا اخويا. نو حاطي غير بال المهم سلال يا سلال. عايل سلال وش تعمل مسكين ياكل كسرة ما لحقاش فهمت ويقول لك تقشف تقشف على الزوالي برك ها عباك. هذا من اغلى الاحياء في باريس عارف حي حي راقي كيما نقولوا كيما احنا نقولوا نايس بريدج والله سبحان الله. يا با كومبار اون بي با كومباري سا شوز ريزيا هكذا سي لا جين هكذا سبحان الله. تقاري سي لي شحال المتر المربع هنا السعر تاعو شحال؟ هذا المتر الواحد مربع. زيد خلص عليه هذا نيه. بدرام شكون؟ بدرام الزوالية. بدرام الفقراء بدرام شعبنا اللي عمره ما سقليناش. كسمة فتوس مستقلة. شو هذا؟ الله يرحم الرجال اللي جابونا استقلال نعيشوا مخرمين ولينا ولينا مذلولين. الله يرحم الشهداء اخويا عبد العزيز. هلو هاو ار يو دوين اورايت جود ار يو امريكان اي ام امريكان او انجلش يو بريتش اني تيك كير يور لايف سي يا يو سي لانجويج اني وي ار ستيينج تو هديتي بتتنان ها والعالم تهضر مع العالم قاعد يدز هاتر 20 لغه ها والعبد العزيز نعم ها نعم 58 لا تهضر معاهم اللغه العربيه الرابعه ما نسوهاش. اسمع حبه من حبه وكريهه من كريه. اسمع اخوتي انا نفتخر بلغتي العربيه رغم اني نهضر ست لغات. الله يبارك. عبد العزيز كم لغه تهضر؟ كم اللغه عبد العزيز؟ ثلاثة والرابعة في طور الدراسة في طور الدراسة. ربي يوفق يا أخوي إن شاء الله. آمين. الله يوفق خاوتنا كلهم إن شاء الله. آمين. ربي واحد قلوب خاوتي نقصر معكم وربي يوفقكم إن شاء الله. حبوكم ندعوكم وتحبوا تخاووا. رانا شعب واحد رانا بلاد واحدة فهمتوا. أهدر القبيلية أهدر الشلحية أهدر الترقية أهدر كيما نقولوا المزابية خاوتنا أي لغة لكن اللغة اللي توحدنا نتفاهموا بيناتنا فهمتوا. مثلا بريطانيا كيما تروح للولش يهضروا الولشية الايرلندا يهضروا الجايليك في الدول في بعض المدن. اسكتلندي عندهم اللهجة تاعهم لكن اللغة الموحدة هي الانجليزية اللغة اللي توحد البلاد فهمت. مثلا العالمية مثلا سنغافورة سنغافورة عندهم الملاوية يعني الماليزية عندهم الصينية وعندهم وحدة كما نقولوا التاميل بعد ذلك يهضروا باللغة الرسمية الإنجليزية. احنا مشكلة انا ما عنديش مشكلة الناس يقرأوا الأمازيغية بصح اللغة اللي توحد الناس قاع اقرا الأمازيغية في دارك استعملها بصح يا اخي ما تفرضهاش على الناس واش قلت. المهم هنا خاوتنا برك خاوتنا اللي حبي يتعلم اللغة اللي عجبته والناس تعرف الناس
نتعلم اللغه الامازيغيه خير ممكن نتعلم اللغه الفرنسيه. اي والله راني معك في هذه، لكن المشكله وراها هي انا ما كتبهاليش باللغه الفرنسيه. صحيح تكتبها باللغه العربيه ولا باللغه الامازيغيه. فهمت المشكله، كاين الناس عندهم حساسيه تبعيه هذه. بارك الله فيك. الناس عندهم حساسيه انك تكتبها بالحرف اللاتيني، هذا الناس اللي شغل جيهم شويه. فهمت. جدودي ماتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله. فهمت. ماشي ماتوا على دوغول. بارك الله فيك. والله بريف على كوية. صح. المهم خوتنا ربي يحفظكم وتخاوه وخلاص، هذا هو شنو نقولكم، ربي يحفظكم. اخر كلمه اخويا عبد العزيز. السلام عليكم خوتي، وكما قلت هزوا في اللون. هزوا في اللون وتعلموا الانجليزيه. وما تنساوش نهار الامازيغيه اخرى. اللي يهدرها يهدرها، اللي يهدرها مرحبا به ما فيهاش مشكل، واللي ما يهدرهاش له الاختيار. عادي له الاختيار. لغتك هضر بها خاوتنا الامازيغية، تهضر القبائلية، تهضر لغة القرآن هذيك ونديها معنا للجنة، لا تنسى لغة الضاد. سمعت باللي كاين 4000 كلمة خذوها الفرنسيين من اللغة العربية. صح. فهمت؟ فبالتالي لغة غنية جدا. كي يقولوا العرب هكذا، العرب ماشي يستعمروا، العرب هي لغة ماشية أخي، ماشية إلى يوم القيامة. فهمت؟ واللغة العربية لغة القرآن هي اللي تهمنا، ماشي همنا العربي. فهمت. لغة القرآن مش العرب، مش العرب، اللغة العربية مهمة جدا. ولا. فهمت. بها تفهم القرآن، بها تقدر تواصل، بها تقدر تدير أي شيء. هذه كلاسي تروازيام مونديالمون لا لونغ العرب لا لونغلي لو موند العرب ليس العرب. أبخيس الهندي عليك الوردو الصينية، بعد ذلك الصينية المندرين الصينية الكينوية الكونتونيس. مي يتفهموا يتفهموا يقدروا يفهموا يا جوست كلمات كيما احنا نقولوا. تروح لهنا يقول شتا ولا صاحبي، شتا ولا صاحبي، وتروح لاخرى يقول لك سلا زكا سلا زكا سلا زكا. وتروح لاجي واش يا خو، واش يا خو، تروح للشرق يقول ديش ديكو تكون، هذا تاع ديزل دي خوتي ديال المختار. هاو يسفونا جوجنا راس المختار اخويا، تقول لك دنك دنك، ستيف فورستر يقول دنك دنك. اسمع هاد زي خوتي المختار، يا المختار انا خاوه خاوه يا خوتي، انا نقصروا راكم حبابنا، انا نقصروا بركه اسمحوا لنا، وكل واحد يحترم الراء الاخر، وربي يحفظكم ربي يحفظكم خوتنا، وتحياتنا لكم. اي ليلكم سعيده خوتنا، ارقدوا ربي يحفظكم خوتي. هاي السلام عليكم.